تقابلت اليوم مع سيد رئيس الجمهورية الذي دعاني للاستماع إلي والتحادث معه حول ما يجري، وكانت فرصة أكدت فيها أن تونس تمر من مرحلة مهمة من تاريخها ومسيرتها. وقت نقول مهمة هي صعبة، وصعبة جدا، والشعب التونسي بأكمله يحس بهذا وبصعوبة المرحلة وبصعوبة الموقف. مات شكري بالعيد بجريمة نكراء رحمه الله رحمة واسعة، ويوم غد سيكون يوم مشهودا في تاريخ تونس وفي مسيرة الثورة بجنازة وطنية وإضراب عام. هو تعبير من كل القوى الديمقراطية الحية في تونس عن تضامنها وتعازيها لعائلته، لبنتيه وزوجته وأبوه وعائلته أخوته. ثم هي فرصة أيضا للخشوع وللغضب، للتعبير عن غضب الشعب التونسي ورفضه لهذه الأشكال من أشكال التعامل والحياة بين التونسيين بالقتل. عرفنا في تاريخنا قبل، ولم أكن أتصور شخصيا أنه سأعيش هذا مرة أخرى في حياتي بعد 60 سنة. فلذا أرجو من الشعب التونسي أن يكون ذلك اليوم يوما تاريخيا مهما ونقلة في حياته لبناء المستقبل الذي نريده جميعا لنا ولبلدنا ولتونس ولكل من ضحى من أجلها، ولكن يكون ذلك بوقفة في هدوء وفي خشوع وبسلام. هو واجب غدا لكل التونسيين، سنقوم به جميعا اليد في اليد كشعب واحد موحد للتعبير على رفضنا لهذه الأشكال من التعامل بين التونسيين بالعنف وبالقتل. فلذا أنا شخصيا هذا ما تحدثت مع السيد رئيس الجمهورية، وعلى أساس أنه في هذه اليوم وقبل حتى نهاية هذا الليل يجب أنه تبلغ رسالة واضحة من السيد رئيس الجمهورية ومن الرئيس الحكومة ورئيس مجلس التأسيسي لتعطي إلى الشعب التونسي أفق تاريخ الانتخابات وفي أقرب الأجال، ثم أيضا ليتم تركيز الحكومة إذا تم تركيزها بالتشاور مع كل القوى الديمقراطية. واجتمعنا أمس، أنا اجتمعت أمس مع تنسيقية القوى الديمقراطية والحية في تونس على أساس أنه خريطة الطريق تكون واضحة بالنسبة لكل التونسيين. فمرة أخرى رحمة واسعة على روح الفقيد العزيز وأيضا لتحية تونس.